هذا الفيديو مشترك مع قناة جزائرية رائعة اسمها دادو دي زاد. فيديوهاتها تخص عالم حواء. فيديو دادو دي زاد لنهار اليوم يتحدث عن المكياج، أتركه لكم هو ورابط قناتها في صندوق الوصف، شاهدوه واشتركوا في قناتها. السلام عليكم يا أحلى زهرات. في فيديو اليوم أوضح لكم عدة أمور تخص الماسكات، والموضوع هو كيف نستعمل الماسكات وكيف نختار الماسك المناسب لبشرتنا. لكنني هنا لن أستدل بماركات معينة للماسكات لأن تنوع الماسكات قليل نوعا ما في الجزائر، لكن يمكنكم تطبيق ماسكات طبيعية، وانتظروا وصفات طبيعية على قناتي في الأيام القادمة. ولنبدأ على بركة الله. معظم الماسكات تطبق على بشرة منظفة بعناية على شكل طبقة سميكة لتتركوها تتفاعل وتغذي بشرتكم لمدة 10 دقائق بالتقريب، وبعد انتهاء الوقت تشطف بالماء الفاتر. ولكي تستغل بشرتكم فوائد الماسك، طبقوه بعد تطبيق مقشر للوجه مثل ما تعمل صالونات التجميل. أنواع البشرة واحتياجاتها. لكل نوع بشرة ماسك. على حسب نوعية بشرتك تختارين الماسك المناسب لك من حيث ملمسه وطريقة استعماله. هل لديك بشرة عادية؟ إذن كل الماسكات تناسب بشرتك إلا وقتما تحسست بشرتك من ماسك ما. هل لديك بشرة دهنية أو مختلطة؟ يجب أن تتخلصي من كل زيادة في الزيوت على بشرتك، فالماسكات المنظفة هي المناسبة لك. هل بشرتك جافة أو حساسة؟ بشرتك ضعيفة، إذن بشرتك بحاجة للماسكات المرطبة. أنواع الماسكات واستعمالاتها. الماسكات المرطبة تحتوي على مرطبات فعالة مثل زبدة الشيا، زيت جنين القمح والفيتامينات وغيرها، التي تملأ البشرة برفق، تلائم جميع أنواع البشرة، ولكنها مناسبة ومحببة للبشرة الجافة والباهتة. يجب تطبيق هذه الماسكات أحياناً كعلاج، خاصة في فصل الشتاء لما تكون البشرة تعاني من البرودة وحرارة المسخنات في نفس الوقت، أو في فصل الصيف لتصحح الأضرار. الماسكات المنظفة. تحتوي هذه الماسكات خاصة على الطين وأكسيد الزنك. الماسكات المنظفة تعالج كثرة الدهون، تقضي على الشوائب، تنقص حجم المسامات على البشرة، منظفة لنسيج الجلد، وبعد الاستعمال المنتظم البشرة تصبح أكثر إشراقا. تطبق هذه الماسكات على شكل طبقة متوسطة، أي ليست رقيقة وليست ثخينة. تترك لوقت مدته 10 دقائق بالتقريب، مبتعدين عن المنطقة المحيطة بالعين والشفاه. الماسكات الثابتة. تحتوي على مكونات نشطة لها تأثير موتر، مناعم ومنشط. بعض المنتجات لها تأثير شبابي فوري ومناعم رائع للبشرة لبضع ساعات، فهو جيد لحفلة، عرس أو موعد ما. هذا النوع من الماسكات يطبق على البشرة على شكل طبقة رقيقة جدا ويترك لمدة 3 دقائق. الماسكات المهدئة. ننصح بهذه الماسكات لأصحاب البشرة الحساسة، الهشة أو الرقيقة، فهذه الماسكات في أغلب الأحيان تحتوي على الزيوت الأساسية والنباتات مثل البابونج أو الورد، مرطبة جدا وتنقص الإحساس بعدم الراحة، تجعل البشرة ناعمة وغير متهيجة. تطبق في أي وقت أحببتم وبطبقة ثخينة. شكرا على متابعتكم، اشتراككم يسعدني ويجعلنا عائلة أكبر. مع السلامة. مع السلامة.